السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفي حضرتك ان 6 من كل 1000 ست حامل في احتمالية كبيرة ان يجي لها لا قدر الله جلطة؟ طيب تعرفي حضرتك ان الست مجرد ما بتبقى حامل الدم بتاعها بيكون سميك وبتزيد الكثافة واللزوجة بتاعته؟ طيب تعرفي ان في احتمالية كبيرة لو الدم ده واللزوجة دي زادت ان احتمالية كبيرة ان يحصل حاجة اسمها DVT او Deep Vein Thrombosis اللي هو جلطة الأوردة العميق؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده من جوه الصيدلية. أنا عمرو بكر ويلا بينا مع بعض نعرف إيه هي الديب فين ثرومبوزيس وبتحصل ليه وإيه خطورتها، ونعرف مع بعض استخدام حقن الكليكزان بتستخدم في إيه وإيه هي المميزات بتاعتها. جاهزين نبدأ؟ يلا بينا. الDVT أو تجلط الأوردة العميقة هي جلطة صغيرة بتحصل في الأوردة العميقة اللي هو جوه العضلة، وبالأخص عضلة إيه؟ عضلة السمانة. الأوردة العميقة دي مش هي اللي بنشوفها من بره اللي لونها أزرق اللي كنا اتكلمنا عنها في الدوالي، لا، هي بتكون جوه العضلات. لما بتتكون الجلطة في الرجل بتبدأ تورم، تحس بالتقل كأنك شايل كيس رملة، يبدأ يبقى فيه سخونة، يبدأ يبقى فيه ألم. مش كده وبس، تبدا تحس ايه؟ ان الرجل زادت، البنطلون ما بقاش قادر يخش في الرجل، ان مقاس الجزم حتى زاد. يا صديقي العزيز، انا مش شايف ان ده فيه خطوره كبيره، يعني البنطلون يزيد شويه الم شويه تورم ما فيهاش مشكله خالص. اقول لك لا، انت ما فهمتش خطوره الموضوع، او انت ما فهمتيش خطوره الموضوع. خطوره الموضوع بتكون في حاجه من الاثنين. اول حاجه الجلطه الصغيره دي تبدا تتكسر، الجلطات الصغيره دي تبدا تسبح في الدم لحد ما توصل لعضو مهم جدا زي ايه، ممكن زي الرئه او زي العين او تدخل تقفل الوريد، تمنع وصول الدم، لا قدر الله ممكن يحصل فقدان العضو ده او الموت. الحاجة التانية ان الجلطة دي تقفل وريد مهم جدا، وتبدأ بعدها يحصل مشكلة وتقرحات، وممكن يوصل الموضوع لغرغرينا في الطرف. عشان كده، عشان خطورة الموضوع ده، بنبدأ فعلا ناخد بالنا منه، واول ما بيحصل الموضوع ده لازم نبدأ ناخد اكشن فيه. طيب لو جينا نسأل سؤال مهم جدا، هو حضرتك مين اللي ممكن يجيله الDVT؟ زي ما قلنا الحامل عرضة كبيرة للمرض، الناس اللي بتقعد في الفراش المريضة واللي قاعدة في الفراش فترة طويلة عرضة ان هي يجي لها الDVT، الناس اللي وزنهم كبير عرضة، الناس المدخنين بشراهة، الناس اللي عندهم العامل الوراثي موجود في العيلة، لان الناس دي في الاغلب بيجي لهم. العامل الوراثي ده يا جماعة غريب جدا، لان هو ممكن الجين ده متنحي مش ظاهر عند الاب ولا عند الام، لكن الابن ممكن الجين ده يكون ظاهر عندهم ويجي لهم الموضوع ده. فالعامل الوراثي مهم جدا، الجد العم الخال، فناخد بالنا لو في هيستوري او في تاريخ مرضي في العيله ناخد بالنا منه وناخد احتياطاتنا لما يجي لنا حاجه زي كده. طبعا اخر حاجه لو جينا قلنا ان الدوالي كمان، ظهور الدوالي وعدم علاجك للدوالي بتعمل او ممكن تزود حدوث الDVT. لما بتجيلك الاعراض اللي اتكلمنا عنها في الاول دي، بنبدا نروح للدكتور. الدكتور اول حاجه بيعملها لازم يتاكد وجود الجلطه دي فين او ازاي، فبيبدا يعمل حاجه اسمها تحليل دايمر، والدايمر ده هو بروتين بيطلع من الجلطه، فلما بيطلع وبيكون عالي ده علامه ان في جلطه موجوده او في DVT. الحاجه الثانيه اللي الدكتور بينصح بيها هو الدوبلكس الترا ساوند، الموجات فوق الصوتيه المزدوجه، وده هو الكينج اللي بيقول من الاخر هل المريض ده عنده DVT ولا لا. لو جينا نتكلم عن العلاج، ايه الفكره في العلاج؟ الفكره في العلاج بسيطه جدا. لو انا عندي جلطه، اما اشيل الجلطه دي واطلعها بره، يا اما اخلي لزوجه الدم خفيفه وابدا مع الوقت الجلطه دي تقل، وامنع تكون جلطات عليها في المستقبل، او امنع ان الجلطه دي نفسها ان هي تكبر. هو ده العلاج في موضوع DVT، حاجه من الاثنين، بمنع حدوث الجلطات في المستقبل، يا اما بفك اللي موجوده، واحيانا الدكاتره بتعمل الاثنين. ازاي بقى بنمنع الجلطات ان هي تتكون او تكبر؟ عن طريق المميعات الدم، عن طريق ان انا اخلي لزوجه وكثافه الدم خفيفه شويه، عن طريق استخدام حاجه زي الوارفرين كحبوب، وده طبعا لا يستخدم مع الحوامل تماما، او نستخدم حقن زي ايه؟ الكليكزان اللي طلع قدامكم دي، الماده الفعاله فيها بيكون اسمها انوكسبرين، وهي الوحيده اللي سيف ان هي تتاخد اثناء الحمل، اللي هي حقن الكليكزان او اي حاجه شبهها باسم الماده الفعاله لانوكسبرين.
فده بالنسبه للعلاج. اما لو كان الموضوع خطير وكان لازم الدكتور يتدخل ويشيل الجلطه دي زي ما اتكلمنا، فساعتها بيروح لعمليات القسطره. وزي ما اتكلمنا في فيديو الدوالي، انت لازم تضمن ان انت تمنع الوقفه باستمرار، تمنع القعده باستمرار، تمنع النوم باستمرار، لازم طول الوقت تكون بتتحرك. لو في احتماليه ان دي حاجه تحصل او عندك دي في تي او دوالي، فاحنا لازم نستخدم الشراب اللي بيساعد، اللي هو شراب الضاغط او شراب الدوالي اللي هي الستوكينج، موجوده في الصيدليات وفي منها درجات ضغط معينه، احيانا بيكون C2 C3 على حسب. C3 هو اللي احنا بنستخدمه مع الناس اللي عندهم دي في تي. اوقات كتير جدا الدكتور بيضطر ان هو يشيل الوريد ده لو كان الموضوع متشعب ومتكلكع وفي خطوره ومش عارفين نعمل القسطره، فبيضطر ان هو يقصه ويبدا يعمل كوي. لكن دي بتبقى محتاجه دكتور شاطر وعارف هو بيعمل ايه عشان ما تعملش اي كومبليكيشنز بعد كده. في الحلقه النهارده اتكلمنا عن الدي في تي، اتكلمنا عن حقن اسمها الكليكزان، وهنشرح الكليكزان بالتفصيل في فيديو جاي من عرف هنشوفه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. نشرح لكم بالتفصيل جرعات الكليكزان ونستخدمها ازاي وازاي نعرف ندي الحقنه، بس عشان ما نطولش الفيديو ده. الفيديو ده كنا بنشرح على احتماليه الحوامل ان يجي لهم دي في تي، ويعني ايه دي في تي وازاي بتحصل، وايه فكره العلاج اللي موجوده في الصيدليه او عند الطبيب المختص. دمتم في نعمة، دمتم في صحة، دمتم بفضل من الله. أشوفكم على خير في حلقة جاية من جوه الصيدلية. سلام.